بنتي بيقول لك ابوكي ما تطلعيش من الجياله، كل العيون لما شافوكي بعتم وراك الخياله، بعتم وراك الخياله. ما تخلونا نلعب الرجاء تاني يا جدعان، ده الموضوع جميل، الموضوع جميل كده. بما انهم قاعدين بقوا معاكم شنط كتير، ما نلعب تاني يا اسطى، ما نلعب تاني يا اسطى، يمكن ربنا يوفقكم وتتعادلوا معانا، حتى اعملوا حاجه، اعملوا حاجه، ولا تنسى قراءه السطر الاخير. يا اسطى انا اسف يا اسطى، ما قريتش السطر الاخير، اصل ما اعرفش اقرا. لا تنسى قراءة السطر الأخير، وسوف نعلن الحرب على الزمالك في القاهرة، وسوف تبكون يوم مش عارف الأرض. فين يا اسطى؟ فين يابا؟ يالا يالا، لما أنا قايل لك ما بتسمعش كلامي ليه؟ يالا يالا اسمع كلامي، يالا قايل لك يالا يا غبي، قايل لك هتيجي هنا لعيبة الزمالك هتدوس على وش لعيبتكم، ما سمعتش الكلام؟ ما سمعتش الكلام؟ قايل لك انزل شوف، هتلاقي في 3 4 فيديوهات قايل لكم كده. الله، ولا اللي هعيده ازيده واللي اقلبه واعدله؟ ما احنا بنقول الكلام ده ليل نهار، هنحط عليكم هنكسبكم. يقول لك احنا عندنا كورونا، وانت ماشي يا عم خد راحتك، هات اللي ان شاء الله حتى تجيب 80 لعيب معاك وانت جاي، هيتحط عليك يلا، هيتحط عليك اهو اهو يا واد، رايح جاي ذهاب وعوده. فين بقى؟ هل تتذكرون لما اتغلبنا 2 وجينا كسبناكم 3؟ يعني ده على اساس ان احنا التشكيل بتاعنا عمرو الصفت وابراهيم سعيد وعبد الواحد السيد ما احنا اللعيبه اتغيرت يا جاهل يا حمار، يعني ما بتفهمش، دي لعيبه ودي لعيبه. انا من رايي يا زميلي كده، احنا لسه في بدايه يعني لسه الشتاء بتقول يا هادي، يعني لسه ممكن تلاقي عندنا هنا البحر الاحمر بيبقى مشتى، بالشنط بتاعتك اللي انت جاي بيها دي، وهبق لك يومين يا باشا على شرم الشيخ، دهب، راس محمد، اطلع يا باشا كده واستجم، استجم وريح. ممكن من انت في شرم الشيخ بالشنط الكتيره اللي معاك والهدوم الكتير اللي انت كنتوا جايبينها ليوم 27 تطلعوا تعملوا عمره على جمال، يعني تتحركوا من شرم الشيخ على جمل توصلوا ان شاء الله يوم 27 السعوديه. وهو برضو الواحد يتوبوا عن اللي حصل فيكم ده، لان اللي حصل فيكم ده اختصام في طريق عام. الحمد لله الزمالك، خلي بالكم يا جماعه الماتش خلص 3-1 مش 4-1، علشان بس الناس واخده على النتيجه اللي كانت مكتوبه، النتيجه اللي كانت مكتوبه دي غلطه من اخراج المباراه، الماتش خلص 3-1 علشان انا شايف زياطين، وانا شايف ناس بصوا بتصطاد في مية عكرة، يجي يقول لك كسبته بالتحكيم وجايب لك الجون الرابع اوفسايد، ما هو يا حمار يا جاهل اوفسايد اصلا، ما هو اتحسب اوفسايد، اتحسب اوفسايد. هقول لك التاني. الله، هو انتوا جايين فاضيين؟ طب يا عم لما نشوف بعضينا بقى، لما نتقابل يوم 27 بقى حلها حلال، ساعتها بقى نشوف بقى تحكيم مين ونيله مين. يا باشا احنا ولا بقى بيفرق معانا مين قدامنا، مين ورانا، مين تحتينا، مين هناك، مين الشمال، مين يمين، احنا يا باشا اللي هنقابله نقابله. احنا انا بقول لكم اهو من دلوقتي بطوله افريقيا في 100 عقبه، بطوله افريقيا للزمالك، والفيديو ده موجود للتاريخ، عشان لما يبقى يجي يوم 27 وما حصلش كده تعالوا امسكوا الفيديو ده كده وحفلوا عليا، لان الكلام ده مش هيحصل. الزمالك ان شاء الله بطل افريقيا السنه هذه اللي احنا فيها، واخواتنا في المغرب يا رب تكونوا مرضيين بالكونفدراليه الجميله اللي على قدكم، المحندقه اللذيذه دي. اسيبوا لنا احنا بقى بطوله افريقيا بقى ايه بالحب، احنا بقى ايه نشوف مين بقى ياخدها مع بعضينا، انما انا هاجل والكورونا ومش عارف ايه واللعيبه جاهزه، والمدرب طالع بيقول لك ده انا اللعيبه لسه كانت جايه لي من يومين بيتمرنوا. لا يا راجل، بالرياله يا احنا ولا بالرياله استك، احنا مش دريانين بالدنيا دي ولا احنا فاهمين انتوا بتعملوا ايه. ندخل بقى في ايه، نتكلم في اللي حصل في الماتش، علشان انا النهارده انا مرارتي اتفقعت من الناس ومن لعيبه ومن الناس اكتر، لان انا بقيت فاهم هل احنا رايحين في حته ثانيه كده، واخده عقليتنا كمشجعين في حته عبيطه كده، ولا مش فاهم اي حاجه. مثلا مفيش 2 هيختلفوا ان فرجاني ساسي طلع ميتين اهالينا الشوط الاول كله، الشوط الاول حرفيا فرجاني ساسي مطلع ميتين اهالينا. انا واحد ما بتنبأش، مش قاعد ما اتفرجتش على الشوط الثاني وهو الشوط الاولاني لسه شغال، فانا لما اكتب لك حاجه عملها فرجاني ساسي في الشوط الاول فانت خلي الكلام وقيسه على الشوط الاول، لما يجي يجيب جون في الشوط الثاني او يعمل اسيست في الشوط الثاني هناك
انا ما كنتش شايف الكلام ده، فانت ما جيش تقول لي على البوست اللي انا كاتبه بتاع الشوط الاول تقول لي ايه ده فرجاني ده، انت ما تفهمش انت خالص. طب وانت انت حمار ما شفتش ما اتفرجتش على الشوط الاول فرجاني ساسي كان عامل ايه في الملعب؟ كان سراب سراب هو إيه اللعيبه بتدخل تشوت منه وبتباصي لبعضه وهو بيحلق كده اللي هو بتمشى في وسط الناس، ده اللي كان بيعمله. هو انا مثلا بجيب من عند ام الكلام ده ولا انا بشوفه؟ حضرتك مش بتشوف نفس الكلام؟ اداؤه اتغير بقى الشوط الثاني، دي حاجه تانية انا ما كنتش لسه شفتها وما اتكلمناش فيها، فما تجيش تقيس اللي حصل الشوط الاول على حصل الشوط الثاني. فرجاني ساسي كان قريب قوي ان هو هيودي الزمالك في كارثه الشوط الاول، علشان خاطر الناس ما تجيش تقول لك اه انت ما بتفهمش ده اللي عمله احسن من اللي عمله اوباما 100 مره. يا جماعه عدم وجود اوباما في الملعب، خلي بالكم بس موضوع الاجواء الاهداف اللي جت في الاخر دي، ده بسبب ان فريق الرجاء اندفع ان هو يحاول يعوض النتيجه ويجيب جوان واي حاجه، فهو ده اللي خلاه استقبل اهداف كتير، واحنا بنعرف نجيد قوي نلعب قصاد الفرقه اللي بتندفع عايزه تجيب جوان، واحنا بنلعب على المرتدات قصادها بنعرف نخلص الموضوع ده. فموضوع ان انت تقول لي طب ما اوباما يا عم فين يا عم، طب ما احنا كسبنا ايه بقى اوباما وبتاع، حبيبي اوباما بيبقى فارق معاك في الوقت اللي بيكون انت عليك ضغط من كل الاطراف في الملعب، الفرقه منتشره في الملعب اللي قصادك وضغط عليك بكل لعيبتها من كل حته، كل لعيب مع لعيب، فاوباما هو اللي بيوجد لك الحلول في وسط الزحمه دي، مين اللي بيستلم الكره ويطلعها؟ انت كنت بتعمل ايه الشوط الاول غير انك كنت بتعمل كور طوليه كلها، كل شويه تسقط كره قدام تسقط كره قدام، مصطفى محمد ينزلها ما يلاقيش حد يتقطع منه، مش عارف مين ينزلها يتقطع ما ياخدهاش منه. المشكله بقى ان انت كان عندك المفروض يكون فرجاني ساسي هو اللاعب اللي بينزل ياخد الكره ويطلع ويوزع لعب، انما ده ما كانش بيحصل. فرجاني ساسي ما كانش بيستلم الكره اساسا عشان خاطر يوزع لعب. فانت تقول لي ما هو الثلاثه اللي قدامه 20، يا حبيبي هو الثلاثه اللي 20 العقل بتاع الثلاثه اللي قدام هو نص اللاعب رقم 10 اللي هو كان فرجاني ساسي، فالشوط الاول كان منيح. الشوط الثاني مش علشان خاطر هو جاب جون فانا دماغي مسحت اللي حصل، في ايه يا جدعان احنا مش كده، الكره ما هياش ان خلاص ده جاب جون، يا عم جاب جون يا عم حلو عايز منه ثاني، يعني ايه عايز منه ايه ثاني؟ عايز بتشلش ولا قاعد بتفرج على الماتش؟ الله عايز ما ابقاش قاعد بشد في شعر قفايا ووداني كده و وانا قاعد بتفرج على الماتش وتيجي في الاخر تقول لي ما هو جاب جون. جاب جون ايوه، دي هجمه بظروفها، هجمه بظروفها، ممكن تبقى ظروفها ان الكره مثلا جت قدامه شاطها جت جون، هجمه بظروفها، انما بقيه الماتش وادائه في الملعب عامل ازاي؟ هتقول لي بقى ما هو عمل لي اسيستين مش عارف. حبيبي امال هو انت مش عارف. هو انت عايز رقم 10 ده يبقى ميح؟ عايزني لما اجي اتكلم عليه هو المفروض يبقى ميح ما يعملش اسيست ولا اسيستين؟ ليه يا عم جايبه من سيراميكا كليوباترا؟ حضرتك ده لعيب بالشيء الفلاني، اغلى لاعب بيلعب جوه افريقيا بياخد مرتب في الشهر وفي السنه، فاهم ده ولا ما انتش فاهم ده؟ فلما يجي يعمل اسيست تقول لي ما هو عمل اسيست، يا فرحة أمي يا فرحة أمي، فرجاني عمل اسيست والجريمة اللي بيعملها في الشوط الأول دي إيه ده؟ يا ابني أنا بلعب قبل نهائي فالمفروض يبقى لعيبتي كلها في حالتها، وتقول لي ما هو أصله بيلعب في مركز غير مركزه. حبيبي اللي يلعب 8 ممكن يلعب 10، اللي بيلعب 10 ممكن يلعب 8، المهام بتاع المركزين قريبة شوية لبعضهم، فما هو أصلا بيلعب في مركز 8 بيبقى ما بيشوفش. النهارده لعبناه في 10 كفيف والحمد لله ان هو جاب جون وعمل اسيست ولا عمل اسيستين، انا ما ركزتش هو عمل ايه بالظبط، بس ده اللي انا بقى عايز انشف يا جدعان، مفيش ام فوق ثواني الفوت اهي الحمد لله. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا ما يكونش عندي واحد يعني لاعب اطلع منه ب 20% من مهام المركز وعايزني ابقى مبسوط. حبيبي المركز ده مهم جدا، العقل المدبر للفرقه مركز رقم 10 ده، فاما يبقى عندي المركز ده مفيش منه كده خالص، وتيجي لما هو يجيب جون او يعمل اسيست تقول لي يا عم طب ما هو عمل والحمد لله سوى وعمل، اجلد لك نفسي عشان ترتاح، ولا ادخل الاقي الناس كلها انت بتفهمش، انت يا عم انا ما بفهمش بتتابعني ليه؟ بتتابعني ليه لما انا ما بفهمش؟ طيب ما هو انا اللي هيدخل يقول لي كده هعمل له بلوك مش هسمي، لان انا اهو ما بعطيش انا اتناقش ولا البنات تدخل تناقشني، تقول لي انت فاهم يعني ايه في مركز فرجاني ساسي؟ واحده داخله تقول لي كده، ياما الله يرضيك ياما، اما روحي اما اتعلمي طبيخ، اعرفي الكزبره من البقدونس، اعرفي الكرات من الخيار، وما تقرفينيش انا في عيشتي علشان انا هنا اصلا، ده انا بتناقش مع اللي بيفهموا
بيوجعوني بطني، فانا حاجه اتناقش مع بنات في الكوره انا ناقصاك هما؟ اجري هما الله يسهل لك هما، شوف طريقك اخضر بعيد عني خالص. الحمد لله الزمالك حط، مش هقول لك بقى حط رجله على، حط رجله واحده على، حط رجله الاثنين في الكاس. دلوقتي انا متاكد 100% ان في رعب في الجانب الاهلاوي، الزمالك هو الفرقه الاقوى. قلت لكم قبل كده ان الزمالك كان هو الفرقه الاقوى والاجهز من وسط الاربع فرق اللي هم موجودين في قبل النهائي. انا متاكد 100% برضو ان المدرب بتاع الرجاء ما اتفرجش على ماتش الزمالك والترجي، وما اتفرجش على ماتش الاهلي والزمالك الاخير. يا ابني الزمالك لما انت بتجيب فيه جون ربنا يسترها عليك، والله العظيم ده اللي بيحصل. انت جبت جون في زاست ربنا يسترها عليك بقى، تاخد ثلاثة تاخد أربعة، انت حظك جه في أربعة وجون اوفسايد، نلغي الجون الاوفسايد فالماتش خلص 3-1 زيك زي اولاد عمك على طول، ما اختلفتش كلكم زي بعض. اعزائي الساده المشاهدين، ماتش الاهلي والزمالك هيبقى اقوى ماتش اهلي وزمالك اتلعب في تاريخ الماتشات اللي ما بين الفرقتين، اقوى ماتش حرفيا في كل حاجه كاعلان. طبعا هتشوف الاعلام الجميل المحايد ذو النزاهه والطيبه والعدل والحكمه، الاعلام ده الاعلام المرئي والمسموع والملموس وكل حاجه. هنشوف كل القضايا التي تنفجر في وجه الزمالك. الرصيف اللي معمول في نادي الزمالك مخالف، اعمل لي بند 9 كشف 13، ايه هد المبنى ده واعمل ده وايه، والغي لي الكره والغي لي نشاط الطايره، وهتلاقي كل حاجه بتحصل في الزمالك اليومين الجايين دول. وعلى الجنب الاخر الجونه وجو الجونه وحلاوه وجمال جو الجونه، الدنيا ربيع والجو بديع، وهناك قفل لي على كل المواضيع. هنشوف اعلام محايد ذو نزاهه قويه. اعزائي الساده المشاهدين، الزمالك صعد للنهائي. اعزائي الساده المشاهدين، الزمالك داس على وش الرجاء رغم الظروف اللي هو اتحط فيها. الزمالك داس على وش الاتحاد الافريقي رغم الظروف برضو اللي الاتحاد الافريقي حط الزمالك فيها. الحمد لله الزمالك قدر يتحدى ظروف كتيره جدا باصابه الونش اللي هو اثبت ان هو لاعب من اللعيبه الرجاله قوي 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 قوي، وقدر يرجع في الفتره دي. محمود علاء، انا كل اللعيبه النهارده بلا استثناء كويسه، حتى فرجاني ساسي اللي كان وحش الشوط الاول، الشوط الثاني تعادل في اخر الشوط الثاني، فكل اللعيبه الحمد لله النهارده كانت كويسه. عبد الله جمعه كان كويس، احمد عيد كان كويس، زيزو كان كويس، بن شرقي كان كويس، مصطفى محمد كان ولا احسن من كده. مصطفى محمد بالمناسبه يا جماعه قبل الماتش بساعتين بالظبط بعت لي رساله على الواتساب قال لي كده بالنص، يعني المشكله ان التليفون بصور منه، بس هو قال لي يا صاحبي ما تقلقش طول ما انا في الملعب ان شاء الله افريقيا في الزمالك. صدقت يا مصطفى، وانا لما صحيت في مره قلت لك يا مصطفى انا حلمت ان انت هتجيب جونين، جبت الجونين اهو. اعزائي الساده المشاهدين، افرحوا واتبسطوا، وبالمناسبه ما تنسوش تقروا السطر الاخير. السلام عليكم.